النهارده معانا ضيف ونجم كبير قوي. نجمنا النهارده هو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. هو انا كنت بتحس او حاسس ان انت بتحلم؟ هنعرف منه كل كبيره وكل صغيره اللي تهم عشاق وملايين شاشه قناه النادي الاهلي. لو انت محظوظ استيعابك نفسه يكون مهيئ ان انت تقبل الايجابي جدا وترفض السلبي. ايه كان احساسك لما سمعت اول وهله كده النادي الاهلي؟ ايه النادي ايه اللي هيوديني هناك وايه اللي جاب لي استماره؟ حظي كويس 96 97 خدت احسن ناشئ. يعني ساعات بتبقى في رسائل ربانيه كده. ما اعرفوش ان سيد عبد الحفيظ كان لعيب ولعيب موهوب في الحته اللي كان بيلعب فيها. انا عايز الاتنين جنيه. سنه 2001 كانت الابرز ليك في تاريخك. نمره واحد ده هو ده النادي الاهلي بقى. بس لا اعرف مين اللي زقني. ولسه في الادوار اللي جايه هتشوفوا حاجات في شايب الشعر. انا جبت 6 جوان بس في حياتي بدماغي. اللي انتوا ما سمعتوش قبل كده تسمعوه هنا مع كابتن سيد. المجري السبت الساعة 11 مساء على قناة الاهلي. الاهلاوي مش هيسيبنا.